مساء الخير، اهلا بيكم متابعين قناه دوجز ايجيبت. النهارده بنجاوب على سؤال كتير من الناس بتساله لنا، وهو ايه الفرق بين سوق الجمعه وما بين اي مكان تاني. طبعا كلنا واحنا صغيرين كنا بنروح سوق الجمعه ونتفرج على الكلاب ونشوف اللي بيحصل، ونشوف كمان الحيوانات التانيه الجميله جدا المعروضه هناك. يعني في نوع من انواع التنوع الشديد اللي بيخليك ان انت تشوف انواع كتيره من الحيوانات. فاي حد بيحب الحيوانات الاليفه على طول دايما بتلاقي عنده ذكريات في سوق الجمعه. ناس قالت لنا ايه طيب المميزات، ايه العيوب. يعني انا هرد بمنتهى الصراحه، وهبقى يعني فير جدا ومش هقول اي كلام مش مظبوط. هديكم مثل او فرق ما بين سوق الجمعه واي مكان تاني، ولكن على العربيات. مثلا انت لو حابب تشتري عربيه، قدامك ان انت تشتريها من التوكيل، او تشتريها من موزع معتمد، او تشتريها من محل ليه تاريخ وليه اسم وليه مكان محدد، او ان انت تقرر ان انت تشتريها من شخص عارض عربيته للبيع، ولكن هتقابله عند البيت بتاعه، هتعرف هو ساكن فين، تاخد منه العربية، فبالتالي لو في اي مشكلة ترجع له. ده الاوبشن الاولاني. الاوبشن التاني ان انت تروح سوق العربيات اللي بيبقى كل يوم جمعة، اللي كان في مدينة نصر اعتقد نقلوه دلوقتي، وتروح تتمشى وتلاقي العربيات معروضة وتشتري العربية، بتكشف عليها بقى وانت وحظك. فهو ده الفرق ما بين ان انت تشتري كلب ما بين مزرعة او محل، او حتى تشتريه من شخص عارض انتاج او عارض كلاب من البيت عنده، وما بين ان انت تنزل الشارع وتروح سوق الجمعة وتتمشى وتلاقي بنسميها هم الباعة المتجولين يعني، وان انت تلاقي واحد واقف في الشارع كده وتروح تشتري منه الكلب. طبعا مفيش ولا هتكشف ولا هتعمل، فانت بتعتمد على خبرتك. فلو انت تفتقد للخبرة دي، ما عندكش الخبرة دي، فانت للأسف الاغلب ان انت اختيارك مش هيكون مظبوط، المواصفة مش هتكون مظبوطة، مشاكل كتيرة هتبقى هيدن، هتبان بعد اقتناء الكلب او بعد ما تروح للعيادة البيطرية وتكشف على الكلب. النقطة التانية والمهمة، ودي انا شايف انها مشكلة كبيرة جدا، ان سوق الجمعة هو مكان لتجمع عدد مهول من الكلاب والحيوانات والقطط والطيور. فانت اما هتنزل تشتري جرو صغير في المكان ده، فاكيد الجرو ده هيكون لاقط اي نوع من انواع الامراض او الفيروسات نتيجة ان احنا احتكاكه بالعدد المهول من الحيوانات. لان احنا حتى بننصح دايما، بنقول ايه، لو عندك كلب صغير ما تنزلهوش الشارع، ما تخلوش يختلط باي كلب من كلاب الجيران عشان ما يلقطش منه اي مرض، لان مناعته ضعيفة. طب ازاي بنقول كده، وازاي ان احنا ممكن نشتري كلب ما بين 1000 ولا 2000 ولا 3000 جرو معروضين في سوق محدد او في مكان محدد، فمعنى ذلك نسبة الخطورة بتزيد. فانا وجهة نظري الشخصية يعني ان انت يستحسن تشتري من محل، تشتري من شخص عارض الكلاب بتاعته من البيت، تشتري من مزرعة، مش بقولك اشتري من عندنا، ولكن انا بديك امثلة يعني، خصوصا الناس اللي بتشتري انواع مختلفة من الكلاب، الجولدن واللابرادور، الحاجات دي مش عندنا اساسا يعني، احنا مش بننتجها. فنصيحتي ليك اشتري من محل، او اشتري من مزرعة متخصصة، او اشتري من شخص يعني بينتج في البيت. طب يا سيدي عايز تشتري من سوق الجمعة، انزل سوق الجمعة، ولكن حاول ما تشتريش جراوي صغيرة، حاول تشتري كلب كبير لو انت عايز تشتري كلب كبير، عشان مواصفته تبقى باينة، تبقى متأكد بشكل كبير ان الكلب سليم جسمانيا، يعني ما يبقاش عنده اي مشاكل. وبرضو المخاطرة هتكون موجودة، لانك طبعا برضو ما عندكش الخبرة البيطرية ان انت تكشف على الكلب وانت واقف في السوق، فتقدر تحدد الكلب ده بيخلف ما بيخلفش، عنده مشكلة في الدم، عنده مشكلة في المفاصل، عنده كساح، عنده ايا كان عنده ايه. وطبعا المشكلة ان انت بعد ما بتاخد الكلب خلاص انت كده اختفيت، والبائع او اللي باع لك الجرو هو او اللي باع لك الكلب اختفى كمان، فما فيش اي ريفرنس تقدر ان انت ترجع ليه صاحب الكلب ده، او تشتكيه، او ترجع الكلب، او تاخد فلوسك، او ايا كان. فالموضوع بيبقى صعب جدا. مش بنقول ان سوق الجمعة وحش، سوق الجمعة فيه ناس محترمة، فيه ناس كويسة، اي مكان فيه الكويس وفيه الوحش، ولكن لو انت ما عندكش الخبرة مش هتلاقي او مش هتقدر توصل لحاجة كويسة، والاغلب ان انت اختيارك مش هيكون مظبوط، والاغلب ان هيبقى فيه مشاكل هتترتب على الموضوع ده.
النقطه اللي بعد كده ان المجال عامه بتاع الباتس والحيوانات تطور بشكل كبير جدا، ان الموضوع ما بقاش ان انت بتشتري كلب وعلاقتك انتهت بالبائع، الموضوع بقى في حاجه بنسميها خدمه ما بعد البيع زي العربيه كده بالظبط. الكلب محتاج يتدرب، الكلب محتاج انت مسافر عايز تجيب الكلب فندق استضافه، الكلب محتاج متابعه بيطريه، الكلب محتاج اكسسوارات، حاجات كتيره جدا محتاج ان انت يبقى فيه فولو اب مع المكان اللي انت اشتريت منه الكلب، لانك الكلب ده بيعيش معاك من 10 ل 13 سنه لو ربنا اراد، ففي خدمات كتيره واحتياجات كتيره انت بتحتاجها من بعد ما بتشتري الكلب، فيستحسن ان انت كل الكلام ده تعمله في مكان واحد. يعني انت لو شاري الكلب ده من محل تقدر انت تاخد الاكل، تاخد الاكسسوارات، تودي الكلب بتاعك استضافه لو انت مسافر، يعمل له بنسميه الجرومينج او التطهير او الشاور، الحاجات اللي هي اللي انت محتاجها ان انت كخدمات ما بعد البيع، فيستحسن كله يبقى من مكان واحد. وبالنسبه لتوفير الفلوس على فكره الفروقات مش زي ما انتم متخيلين، لان في ناس يقول لك هنزل اجيب الجرو من سوق جمعه. انت هتجيب جرو من سوق جمعه، ولكن هو جرو لا يعني لا يمت لصلة بالسلالة اساسا، يعني السلالة لازم تكون سلالة كويسة لانك هتصرف فلوس كتير على الكلب، فما نحاولش ان احنا نسترخص، ما تبقاش عارف ان العربية دي تمنها 100,000 فتنزل سوق العربيات وتقول انا هبقى ناصح واشتريها ب50، ما انت ناصح واشتريتها ب50 ولكن هتدفع اضعاف المبلغ اللي انت وفرته صيانات وقطع غيار وحاجات كتيره. نفس الحكايه بالنسبه لعالم الكلاب وعالم الحيوانات الاليفه، دايما دور على مكان تراستد. لو عايز تشتري من سوق جمعه ليك طبعا مطلق الحريه، وبنقول في ناس كتيره محترمه، ولكن لو عندك خبره ان انت تعمل او تاخد القرار بكده، انما غير كده اشتري من مكان موثوق منه. ده كان ردي الشخصي على بعض المتابعين اللي بيسالوا ايه الفرق ما بين المزرعه وسوق الجمعه او المحل وسوق الجمعه، فده كان ردي بمنتهى الوضوح والصراحه. تابعونا، احنا بقينا بننزل فيديوهات، بقينا اكتف اكتر من الاول، تقريبا بننزل فيديو بشكل يومي. لو لكم اي تساؤل اكتبوه في التعليقات دلوقتي على الفيديو، هحاول ان انا اجهز فيديو وارد على حضراتكم. سؤال على العنايه بالكلب، نظافه الكلب، مكافحه الحشرات، بعض التدريبات الخفيفه، مشاكل بيطريه برضو اللي هي الحاجات الكومن، الحاجات المتداوله، برضو هنرد على حضراتكم في اقرب وقت ممكن. وما تنسوش احنا عاملين مسابقه اكسب جرو مجانا، هتلاقوا الفيديو متحمل على القناه، المنافسه قويه جدا، وخلاص احنا فاضل شهر على اعلان نتيجه الفائز، فيلا نتمنى الفوز للجميع. كان معاكم احمد باهر من دوجز ايجيبت، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.